بيتر، إذا ما نظرنا إلى التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وهذا ما صرحت به بعض التقارير، إلى أي مدى ترى بأن هناك تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، وخاصة من قبل وسائل الإعلام الروسية؟ لست مهتما تماما بالتدخل الروسي بالانتخابات بقدر التدخل الإيراني في الانتخابات. إن الروسيين نوعا ما لا يعلمون ما يفعلونه، سواء كان مؤثرا أو لا. إن انظري إلى إيران، لقد كانوا يحاولون السيطرة السيبرانية على كمبيوترات حملة ترامب، ويأخذون هذه الوثائق ويعطوها إلى حملة هاريس. هذا يبدو بالنسبة لي أكثر جدية، وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تزيد من الأكاذيب حول مرشح ما أكثر من آخر. لم أقتنع يوما ما بأن روسيا تحاول تتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية، ولا أظن أنه كان ناجحا أبدا. ربما يكونوا يحاولون تغيير بعض الأمور الداخلية بشأن قضايا بعينها، بشأن الهجرة والطاقة، ولكن محاولة التأثير حول الانتخابات الرئاسية بعينها، أعتقد أننا يجب أن نركز على جانب إيران وما تحاول فعله. نعم، يعني ترى بأن إيران سيكون، أو تدخل إيران هو أكبر، أي تدخل سيكون له أثر أكبر إذا تعتقد، خاصة بأن روسيا لديها إمكانيات أيضا كبيرة؟ سيد بيتر، تأثيرا أكثر لا أعلم، لكن ما أعلمه الآن أن الإعلام الأمريكي الآن يجب أن يحاولوا الحديث بشأن هذه الوثائق التي قد استطاعت إيران الحصول عليها. ربما يستمرون في جمع المعلومات، ولا زال الوقت مبكرا، ربما يمكنهم الحصول على هذه المعلومات. إن الإعلام ربما يدعم الرواية أنه لا يرغب في رؤية ترامب رئيسا مرة أخرى، وأنه لا يرغبون في هذه التدخلات السيبرالية من قبل إيران.